السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من الله الله. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يا حاجة ليلى، مقترنين، خلي بالك من القاف لأنها مقلقلة، مقترنين، وخلي بالك من الراء بتاع أسورة. الراء ديك مفخمة ولا مرققة؟ بتاعت أسورة؟ أسورة الراء ديت مرققة عشان قبلها مكسور. أسورة، الراء دي مفتوحة. ما مفتوحة. مفتوحة يبقى مفخمة ولا نرققها؟ لا، تبقى مفخمة عشان مفتوحة. طيب إمتى بقى لما يكون قبلها مكسور نرققها؟ لو كانت ساكنة وقبلها مكسور، في هذه الحالة نقول أن هذه الراء مرققة، لكن هذه الراء في هذه الكلمة مفتوحة، فليس لنا علاقة بالحرف الذي قبلها. يبقى مفتوح مفخمة ولا مرققة؟ لا، مفخمة. نقولها إزاي؟ نسمعها منك تاني بقى وفخميها، لأنك إحنا بصراحة قراءتك خاشعة ومحتاجين نسمعك يعني. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب من ذهب أو جاء معه جاء، ممكن تزود المد شوي، حاضر، مد متصل زي ما حضرتك عارفة، أو جاء معه الملائكة مقترنين. مقتا مش طاء. مقترنين. ما شاء الله، قراءة طيبة، أسأل الله أن يحفظك وأن يجعل هذه القراءة في ميزان حسناتك وميزان كل المشاهدين والمستمعين معنا.